السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أحبائي الصغار؟ روضة أكاديمية العزيز النموذجية ترحب بكم. والآن يا هاشم، هيا بنا إلى مراجعة الأحرف التي تم أخذها. هيا بنا يا بطل. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R. Excellent, bravo. والآن يا أبطال العزيز، ضيفونا اليوم the letter S. The letter S. Excellent, bravo. ماذا تشاهدون أمامكم يا أبطال العزيز؟ Sun, شمس. Sun, شمس. Excellent, bravo. وماذا تشاهدون أيضا هنا يا أبطال؟ Star, نجمة. Star, نجمة. Excellent, bravo. وماذا تشاهدون هنا يا أبطال؟ Snail, حلزون. Snail, حلزون. Excellent, bravo. والآن يا أبطال العزيز، هيا بنا نتعرف على طريقة كتابة the letter S. The letter S. هيا بنا يا أبطال. The letter S. هيا بنا يا أبطال. نصف دائرة على جهة اليمين، ومن ثم نصف دائرة على جهة الشمال. Excellent, bravo. The letter S. Excellent, bravo. والآن يا أبطال العزيز، هيا بنا نحل الكتاب الملون. Page 16, page 61. هيا يا أبطال. ماذا تشاهدين أمامك يا سلمى؟ Sun, شمس. Excellent, bravo. وماذا تشاهدين أيضا؟ The letter S. Excellent, bravo. ضعي دائرة يا سلمى على the letter S. Excellent, bravo. والآن يا قصي، ماذا تشاهد أمامك؟ The letter S. Excellent, bravo. لون يا قصي the letter S بألوان جميلة. لقد قمت بعمل رائع. Excellent, bravo. والآن يا ماريا، ماذا تشاهدين أمامك؟ Sun, شمس. Excellent, bravo. وماذا تشاهدين أيضا؟ Star, نجمة. Excellent, bravo. وماذا تشاهدين أيضا؟ Snail, حلزون. Excellent, bravo. لوني يا ماريا the letter S بألوان جميلة. لقد قمت بعمل رائع. Excellent, bravo. وماذا تشاهدين هنا يا العنود؟ The letter S. Excellent, bravo. ضعي يا العنود the letter S هنا. Excellent, bravo. والآن يا سلمى، ماذا تشاهدين أمامك؟ The letter S. Excellent, bravo. هل تعرفين طريقة الكتابة؟ هيا يا بطلة. The letter S. هيا يا بطلة. نصف دائرة إلى جهة اليمين. Excellent يا سلمى. ومن ثم نصف دائرة إلى جهة الشمال. Excellent, bravo. The letter S. أكملي يا سلمى حل الواجب بهذه الطريقة. Excellent, bravo. لقد قمت بعمل رائع. برافو. والآن يا غزل، هل تعرفين وضع the letter S في دائرة؟ Excellent, bravo. ضعي يا غزل the letter S في دائرة. Excellent, bravo. لقد قمت بعمل رائع. برافو.
واجب اليوم يا أبطال التدريب على the letter S. Excellent, bravo. والآن يا أبطال العزيز, goodbye, see you.